العربية والمواقع الأجنبية الناطقة باللغة العربية لسه بتتابع قرار بوتين بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الروسية. وشوفنا حتى برضو جريدة الأهرام ازاي نقلت تصريحه على أنه القوات الروسية ممكن ترجع في أي وقت. عموما سواء بقى في صورة مقالات رأي أو حتى أخبار متعلقة بعملية الانسحاب الروسي نفسها، المواقع لسه بتتابع. نبدأ من موقع بي بي سي عربي بعنوان حكومة سوريا ومعارضون لها يرفضون إعلان أكراد تأسيس نظام فيدرالي شمالي البلاد. بي بي سي ربطت بصورة غير مباشرة بين انسحاب القوات الروسية وبين القرار الأحادي من جانب الأكراد. كمان بي بي سي نقلت تخوف الأتراك من الخطوة دي، وقالت أنه تركيا رفضت التحرك الكردي وأكدت على وحدة سوريا أنه ده أمر ضروري في الوقت اللي بيسيطر مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية على أراضي تمتد ل 400 كيلومتر على طول الحدود السورية مع تركيا. تركيا بتخشى من يعني نفوذ سطوة أكراد سوريا على حدودها، وكمان يبقى فيه هناك مطالب الانفصال لدى الأقلية الكردية داخل حدودها. زي ما حضراتكم عارفين ان يعني لو الخطوة دي نجحت هنشوف دولة كردية على كمية أراضي مهولة ما بين العراق وتركيا وسوريا وإيران. انها لو نجحت ببساطة هينضم للخطوة دي كردستان العراق وحزب العمال الكردستاني التركي وأكراد إيران، وهيتدخل الأكراد في اللعبة بصورة كبيرة وبشكل مختلف، والأمر ده طبعا مش هيرضي تركيا ولا إيران. وممكن كمان نشوف تحالف بين أنقرة ودمشق لإجهاض الخطوة دي. عموما ده اللي قالته الصحافة عن الموضوع ده. لكن روسيا برضو لسه بتناقش أو بتناوش تركيا، والنهاردة تحديدا نشر موقع روسيا اليوم وقائع المؤتمر المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اللي دعا فيه المجتمع الدولي لتقديم رد واضح على الانتهاكات التركية المستمرة لسيادة سوريا والقصف التركي المتواصل على مواقع الأكراد السوريين. وكأن روسيا بتقول لتركيا تحديدا أنا انسحبت من سوريا لكن لسه موجودة في اللعبة وممكن أرجع في أي وقت. طيب موقع رويترز بقى بيأكد على فكرة تواجد روسيا جنب سوريا، فنشرت كلمة بوتين داخل الكرملين واللي قال فيها أن نجاح بلاده العسكري في سوريا سمح له بإصدار أوامر بسحب جزئي للقوات، لكنه شدد على أن الكرملين قادر على تعزيز تواجده مرة تانية خلال ساعات وأنه هيواصل شن غارات جوية. ده كان على مستوى الأخبار المنشورة اللي بتتعلق بالانسحاب الروسي من سوريا. تعالوا بقى نشوف المقالات بتتكلم عن ايه. ولفت نظرنا الحقيقه مقالين، واحد لحسان حيدر منشور في جريده الحياه بعنوان بوتين يقرر والاسد يمتثل، والتاني في جريده السفير اللبنانيه للكاتب منير الخطيب بعنوان الشقاء السوري والتريث الروسي. الكاتب حسان حيدر بيقول اعجاب فلاديمير بوتين بالعروض المسرحيه وحرصه على إذهال المشاهدين لا يحولان دون واقعيته عندما يتعلق الأمر بمصالح روسيا العليا. فالدخول الاستعراضي إلى الحرب السورية والخروج المماثل منها وإحاطة القرارين بالكثير من التشويق والغموض لم تخفى جميعها أو لم تخفي أن الغرض منهما كان روسيا وروسيا فقط، وأن بشار الأسد كان مضطرا لضعفه أن ينصاع مرتين عندما جاء الجيش الروسي ليوقفه على رجليه وعندما تركه لا يستطيع السير من دون عكازين. ده المقال الأول. المقال الثاني كان لمقال الأستاذ منير الخطيب بيقول فيه لم يستيقظ الرئيس السوري الروسي فلاديمير بوتين فجأة ويقرر أن الوقت حان لاستبدال الصاروخ بالحوار وتقليص عديد من قواته في سوريا، وهو بالتأكيد لم يتخذ قراره بعدما شاهد لقطات مصورة لملك السعودية سلمان يحيط عدد من الرؤساء والمشايخ والأمراء فارتعدت فرائصه لرؤيتهم يتابعون مناورات رعد الشمال في صحراء حفر الباطن. المناورات ربما أخافته لكن ليس إلى حد الإذعان فورا إلى المطلب السعودي بوقف التدخل الروسي في سوريا. لا يبدو أن القيصر قد نال تنازلا أمريكيا أوروبيا ما في أوكرانيا ليسدد ثمنه من حسابه الجاري في اللاذقية.
طيب خلونا نخرج من الصحافة العربية ونروح للقطة دي اللي وقفنا عندها في الصحافة العالمية، والتصريح الأبرز هو تصريح جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وهو بيقول عن تنظيم داعش ارتكبوا بجرائم إبادة جماعية. قال كيري في مؤتمر صحفي أنه إرهابي التنظيم مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي اللي بيستهدف مجموعات عرقية ودينية، واتكلم عن الأزيديين والشيعة والأكراد وبعض الأقليات التانية. كيري قال برضو أن واشنطن مستمرة في جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بجرائم داعش وتحليلها، ومستمرون في مساعدة الضحايا، ووضح زي ما التقارير بتنقل صعوبة الوصول لمناطق خاضعة لسيطرة التنظيم بتسبب صعوبة في يعني تشكيل صورة كاملة للجرائم. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنه بتنظر المحاكم في جرائم داعش في سوريا والعراق، وتعهد بدعم الولايات المتحدة بشدة لجهود جمع أدلة عن جرائم التنظيم ومعاقبة من ارتكبها. تصريحات الحقيقة لافتة للنظر. حديث وزير الخارجية الأمريكي عن داعش بيوصفها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي محاكم بتنظر في الموضوع وجرائم إبادة جماعية، وإن أمريكا بتدور على أدلة وشهادات وشهود للعقاب، كان يعني لافت. وزير الخارجية رقم واحد بيتكلم عن داعش كما لو كانت كيان طبيعي ودولة ليها سيادة، أو كما لو كانت نظام سياسي متهم باتهامات من داخل مصطلحات ومفردات القانون الدولي. يعني هل جرائم داعش دي كلها محتاجة إن حضرتك تفصلها وتشوف وتستخدم في وصفها كل المصطلحات القانونية دي اللي بيترتب عليها تحركات ذات طابع أممي ليها، ولا ده في شيء من تطبيع شكل داعش ويخلينا ان احنا نتعود عليها وعلى وجودها؟ الجزء الثاني، داعش تنظيم مجرم، كوكب الارض كله عارف الكلام ده، العالم كله بيشوف الفيديوز اللي هم الحقيقه بيتطوعوا وبيدوها لنا، يعني مش محتاجين نروح نلم ادله، في فيديوز فيها ذبح وبنشوف الجرائم اللي بيعملوها والاغتصاب و و و، محدش طلع يشكك في ده، وفي تحالف دولي بتقوده الولايات المتحدة علشان يقصف داعش. طيب شهادات شهود ايه؟ أدلة ايه؟ لا الولايات المتحدة عايزة تجمعها علشان تعاقب داعش اللي هي بتقصفها. ايه نوع العقاب اللي أمريكا بتفكر فيه إذا كانت بالفعل بتقصف داعش وبتقتل قادتها بالفعل؟ شيء غريب وتصريح برضو غريب، واضح إن مش المسؤولين عندنا بس اللي بيخرجوا تصريحات غريبة. وزير الخارجية الأمريكي برضو بيطلع تصريحات غريبة. تصبحوا على خير.